أشكر السادة المستشارون، السادة موظفو المجلس الجماعي مدينة المحمدية، فعاليات المجتمع المدني بمدينة المحمدية. في البداية نقدم لكم الاعتذار على هذا السيد نائب رئيس المجلس الجماعي على تلبيته للدعوة. أشكر السادة المستشارون، السادة موظفو المجلس الجماعي مدينة المحمدية، فعاليات المجتمع المدني بمدينة المحمدية. في البداية نقدم لكم الاعتذار على هذا الوقت اللي بدينا فيه اللي ما هوش الوقت اللي كنا غنبداو فيه، تنقدموا لمضاء الحر واتحاد جمعيات المحمدية لقاءين كبيرين. اللقاء الأول اللي كان في 30 شتنبر 2015 دار الثقافة، واللقاء الثاني اللي كان 25 أكتوبر 2015 مركز التأهيل الاجتماعي المحمدية. وبعد عدة لقاءات ماراثونية اللي قامت فيها لجنة المتابعة للمذكرة المطلبية اللي غنقدموها اليوم، في هذا اللقاء المحمدية تحت شعار المجتمع المدني والمجلس الجماعي جميعا من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية. في البداية أود أن أقرأ عليكم برنامج هذا اللقاء. طبعا كما كان معلوم أنه في الساعة الثالثة استقبال المشاركات والمشاركين، الثالثة والنصف للرابعة كلمة السيد رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه وكلمة المنظمين، في الرابعة ونصف تقديم مذكرة مقترحات من إنجاز بعض مكونات النسيج الجمعوي المحلي حول الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي اللي قدمها الأستاذ بردوحي رئاسة المجلس الجماعي. وفي السادسة يكون حفل شاي. إذن هذا هو الشكر الجزيل للحضور الكريم للمستشارين وجمعيات المجتمع المدني وهيئة الصحفيين، وكذلك الشكر لشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بمحمدية واتحاد جمعيات محمدية شركائهما في التنسيقية الجمعوية المحلية عن تنظيم هذا اللقاء التشاوري لخلق جسور التعاون والتواصل بين المجلس الجماعي لمدينة محمدية وباقي جمعيات المجتمع المدني تحت عنوان الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي بالجماعة الترابية لمحمدية. وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن الدستور المغربي الجديد ل1 يوليو 2011 قد نص في الباب التاسع الفصل 139 على آليات الحوار والتشاور العمومي. في البداية لابد أن أتوجه بالشكر مجددا لمكونات المجلس البلدي على استضافة هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكلل بالنجاح، وأيضا أشكر كل من لبى الدعوة باسم المنظمين جميعا، أشكر كل من لبى الدعوة من فعالية المجتمع المدني، فعالية سياسية والمواطنين والمواطنات ومجموع المستشارين والمستشارات. أتشرف بإلقاء كلمة باسم المنظمين طبعا الحال، تأكيدا للبعد الدستوري القاضي بتكريس مكانة مهمة للديمقراطية التشاركية، وخاصة
ما يضمن مشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطة العمومية ودار المجتمع المدني المغربي عموما والمحلي منه على وجه الخصوص من أجل ديمقراطية تشاركية فعلية تستجيب لتطلعات إرادة فعلية لدى الأطراف المعنية. وإذا ما تمت القناعة والاقتناع والإيمان بما لعبته الحركة المدنية كآلي من آليات التعبير عن فئات وشرائح مختلفة من المجتمع في البناء الديمقراطي والعمل من أجل تكريس الحقوق والحريات في العديد من المناسبات والمحطات السابقة. إننا ابن حي من الإنصاف ومختلف أشكال ومظاهر التمييز والإقصاء ولكسب رهانات المجتمع المدني في مجال المشاركة في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية المختلفة المتعددة والمتنوعة المجالات والأبعاد. وعلى العموم فإن مآلات التأسيس لتجربة تشاركية فعلية بهذا المضمون وهذا البعد تبقى مرتبطة بعناصر القدرات الذاتية المدنية ووعيها بعدم التفريط في حقوقها المشروعة من جهة أولى وبالإرادة السياسية المترجمة للخيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب كثابت من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع في الممارسة على أرض الواقع لل. شكرا أستاذ إيمان على هذه الكلمة الراقية في حق جمعيات المجتمع المدني وفي حق فعاليات ترابية وفعاليات مدنية داخل التراب المدنية. إذن كما قال الأخ إيمان لا تنمية محلية بدون تفاعل بين جميع فعاليات المجتمع المدني. الآن ننتقل إلى صلب هذا اللقاء، ننتقل إلى الموضوع الذي جئنا من أجله وهو تقديم مذكرة مقترحات من إنجاز بعض مكونات النسيج الجمعوي المحلي حول الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي. الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي، هذه المذكرة سيقوم بعرضها على أنظاركم الأستاذ أحمد بردوحي، فليتفضل مشكورا. السادة المستشارين، السيدات المستشارات، شكرا للصحافة، شكرا للجمعيات المجتمع المدني للمدينة المحمدية التي تشكل لبنة أساسية في بناء مسلسل الديمقراطية التشاركية. شكرا لزملائي الذين شرفوني بتقديم هذا المجهود وهذا العمل الذي بدون شك سيشكل محطة للتفكير، محطة للنقاش ومحطة للإقناع وبلورة استراتيجية مشتركة فيما بين المجتمع المدني المحلي والمجلس الجماعي لمدينة المحمدية من أجل تدبير سليم وجيد وراقي لمدينتنا أو لجماعتنا العزيزة. باش نعاود نقرر السياقات ولكن لا بد ندخل نعطي خلاصة المذكرة في هذا التقديم. كاين السياق العام اللي جات في هذه المذكرة، كاين المنطلقات التشريعية والقانونية ديالها على اعتبار أن الدستور المغربي لأول مرة يدستر أو تتم دسترة العمل المدني في الدستور 2011 والقانون التنظيمي للجماعات الترابية. كتشمل المذكرة على واحد التشخيص لهذا الواقع اللي كاين الآن في مجال
الحوار والتشاور وكتشمل على توصيات في ربعة ديال المحاور الأساسية من أجل خلق توصيات واللي كتضم على الصعيد الإقليمي 81 جمعية اتحاد جمعية المحمدية اللي كنحيي الشباب ديالو اللي فاعلين داخل مدينة المحمدية واللي كيضم واحد العدد كبير من الجمعيات الشابة والفاعلة أيضا مركز أجيال 21 للمواطنة للثقافة والمواطنة اللي كيساهم في العمل الثقافي داخل مدينة المحمدية جمعية أفق أيضا اللي حضر معنا السيد طاهر اللي رئيس ديالها واللي أيضا كتساهم في رسم سياسة ثقافية وفي التفكير ديال التنمية في مدينة المحمدية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فرع المحمدية واللي هو من المكونات اللي كتعنى بالنوع الاجتماعي عرفت واش حضرة معنا وقاسوا المحاضرة كاينة شبكة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وأنا ما كتعجبنيش ذوي الاحتياجات الخاصة راه الزواج تا هو احتياج خاص أنا كنفضل التسميات ديال الجمعيات الأشخاص وضعية إعاقة ياك السي حميمون اللي كان أصحاب السي حميمون الشباب حيت استقبل من الجهه ديال الاسم ديال اللي سي دوار جديد جمعيه الطفوله والصحه اللي كيشتغل فيها الصديق الغرناطي والاخوان سي احلافي دكتور بوغوس استاذ عزيزي اللي تنشكرهم على الحضور الاسماء ديال لجنات المتابعه اللي ساهمات في نسعفكم الدولي من الأخوة الحاضرين معنا ذي الفعاليات المجتمع المدني داخل المدنية وكما تعرفوا بأن الدور اللي كنعمله جمعية ذي الأحياء واحد الدور اللي هو دور مهم واليوم في هذا اللقاء وفي هذا اللقاء ديال التشاور كنطرحوا أسئلة اللي هي أسئلة مهمة للمجلس الحالي اللي كيدبر الشأن المحلي في المدنية ما كاينش واحد الفضاء ديال التشاور مع الجمعيات خصوصا هي الأحياء حنا اللي كنطالبوا هو يكون واحد المجلس جمعوي خصوصا جمعية الأحياء هي اللي كتخسر الحاجيات ديال الساكنة داخل مدينة المحمدية وحنا كفعالية ديال المجتمع المدني داخل مدينة المحمدية ما إلا جينا إلا باش نعاونوا ونساعدوا في تنمية المدينة حنا ما كنجيناش على أساس باش غادي نديروا واحد العصر في الرويضة ولا شي حاجة إلا باش نعطيو مقترحات اللي تكون واحد التنمية بواحد الشكل تشاركي واليوم كنسائلوا في واحد النقطة اللي هي مهمة كما سبق اتحاد الجمعيات اللي كان ساهم واحد من كبيرة قضية الأحزاب السياسية ووجهها لجميع الأحزاب وكان عطاها الحزب اللي كيسير دابا في التطبيق ديال الشعب المحلي كاين غياب تام ديال التشاور وحنا كما كنقولوا راه حنا جايين إلا باش نتساعدوا وكنطمحوا إن شاء الله يكون برامج اللي هي مثلا هادشي ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني الجمعيات عندها طمور ديال السكن ديال سكن المحمدية ديال الأحياء عندها طموح باش تحمل مشاريع ديال الاقتصاد الشيء اللي كتحمل مشروع ماشي كنقولوا بغينا من حول هذا واخا المنحة راه هي حق مشروع ولكن كنقولوا حنا بغينا المشاريع بغينا المشاريع تطبق على أرض الواقع داخل مدينة المحمدية وشكرا.